مروه. اسمي نرجس يا مستر حمزه. معلش بقول لك ايه، مش دي اوضه كريم؟ لا دي مش اوضه كريم، اوضه كريم في الحسابات، دي اوضه الميتنج روم وفاضي. طب ما تيجي غير البوجيهات جوه. نعم. يعني قصدي مش هو انت جديده هنا ولا ايه؟ لا يا مستر حمزه انا موجوده هنا من زمان. اصل عمري ما شفتك قبل كده يعني. ما هو للاسف حضرتك اللي مش تيجي كتير. لا واضح هتشوفيني كتير الفتره اللي جايه. ماشي شكرا، اتفضلي اتفضلي. بعد اذنك. اتفضلي. شفت كل حاجه على فكره. خلاص بقى خلاص بقى، والله العظيم خلاص، والله عيط منك يا عم. بقول لك على حاجه، امشي سيبها وامشي امشي. ماد بليز انا عندي هيدك بس. طب خلاص انا هاتش، انا مش عايز اسيب. سجنور ازيك؟ ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ الحمد لله. ازيك؟ اتفضل يا فندم. بس انا كنت معدي كده فقلت اجي اسلم عليكوا. عماد. اهلا وسهلا. وانت؟ كريم محمد مصطفى الشهير بكريم كالكوليتر. متجوزه كريم؟ للاسف يا فندم. طيب معلش يا عمده بقى، ممكن كوبايه ميه بعد اذنك؟ ميه؟ خلاص حاضر. فين بيومي ولا شاه بندر ولا فين اللي؟ تعالى اتفضل يا فندم. ربنا يخليك يا رب. يا اخي الواحد مش عارف يتجوز ليه، والله بيجيب لنفسه وجع الدماغ. مش كنت يا ابني فضلت معاك؟ والله يا فندم واللي حصل بقى. عارف يا فندم الجواز ده عباره عن الاب ستور، فيه ابلكيشنات كتيره جدا بتختار ان انت تعمل داونلود لابلكيشن معين، فساعات بينزل بياخد كباسيتي زياده فبتضطر ان انت تفرم. ياه ده انت شايل ومعبي. طبعا بتتكلم كده براحتك عشان مراتك مش موجوده مش كده؟ والله حضرتك عارف بقى تحكمات الست. لا ما انا زيك برضه نفس الموضوع، ما اعرفش اتكلم كده غير وانا لوحدي. دلوقتي معالي قالت لي ان انت هتعمل عمليه لابنك وهتتكلف 15000 جنيه. فادي دول 20000 جنيه، ادفع مصاريف العمليه والباقي خليهم معاك عشان لو حصل اي حاجه، ولو احتجت فلوس تانيه تيجي لي على المكتب على طول. مش عارف اقول لحضرتك ايه يا فندم، ربنا يعلي ترندك ويحبب الفريندز فيك، يا رب يوقف لك كل البروفايلات المزوره ويبعد عنك اصحاب الهاكرز. خلاص يا كريم يا رب زود المايه. الحسابات المخرفه دي مش عجباني يا كريم، ظبط شغلك. حاضر يا فندم. يا ابن الراجل خرج مكتئب. بس بس شوت داون.